ايباد برو 12.9 انش 11 انش خلصت منهم، فاليوم نبدا الحق المايك او كم ترى تبغى. خلونا نبدا. السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم ابل او امس اعلنت عن الايباد برو 12.9 انش وال11 انش بالكيبورد الجديد والميزات الجديده والكاميرات اللي ورا وكل شيء. تكلمنا عنهم في فيديو منفصل تشوفونه في القناه او في سناب شات حقي، يعني قمت اتكلم مواصفات اكثر او ادردش معاكم في سناب شات وتسالوني اقرب اكثر من اليوتيوب، لان اليوتيوب صعب اني تسالني واقدر اجاوب عليك كتاب وكل شيء واسوي فيديو انتظر اسوي الاخراج ورفع، فسناب شات يكون افضل وافصل لكم الشيء في سناب شات. المهم نبدا لكم اليوم موضوعنا عن الماك بوك اير. ماك بوك اير ابل برضو اليوم اعلنت عن مواصفات جديده، دبل ستورج، كان اول 128 حيبدا من 256، الجي بي يو صار افضل، السي بي يو صار افضل، السيزر كي رجعوا الحين السيزر كي في الكيبورد برضو، نفس الكيبورد نفس كيبورد الماك بوك برو 16 انش الجديد. هذا مواصفات اللي نعرفها بس تقريبا، فما في شيء جديد او اشياء ثانيه ندري عنها. وبرضه الماك ميني، الاشخاص اللي ما يعرفون الماك ميني هو جهاز صغير نفس الابل تي في، مربع كذا تحطه في التلفزيون عندك او اي شاشه عندك، اشتري كيبورد ماوس واستخدمه، ارفعوا الجي بي يو، ارفعوا السي بي يو، حدثوا الرام، الاشياء دي كلها، ارفعوا برضه الستورج، فالدبل ستورج الحين الذاكره صارت افضل وارفع. وبرضه الماك بوك اير تكلمنا عنه، الستورج الحين وصل 2 تيرا بايت، فما ادري هل الاشخاص يبون 2 تيرا بايت في الماك بوك اير موجود الحين، ويبدا من 999 دولار، من 1000 دولار تقريبا، فجهاز ممتاز لحق الدراسة أو الطلاب، حلو ممتاز وخفيف، ما يحتاج تشتري الماك بوك برو 13 إنش عشان لحق كتاب وما كتاب والشغل خفيف، ترى ممتاز الماك بوك إير، مش شغل خفيف يقدر يقول شغل متوسط. فبس هذا الفيديو، هذا كل شيء، هذا مواصفات الجهاز والألوان موجودين نفس الألوان القديمة. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع، عمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم، والسلام عليكم.